مدحت شريف محامي العائلة. أهلا وسهلا والحمد لله على السلامة والبقية في حياتكم. والدك كان من أعز الأصدقاء. تسمح تتقبل تعازي موظفين المكتب؟ معاك منديل يا متر. ايوه يا فندم. نضيف؟ طبعا طبعا. دقيقة صمت احتراما لوفاة المرحومة عمتي. الدقيقة خلصت. اتفضل. يا متر، انت صديق عيلتي الشريفة ومحاميها، ولابد لسه فاكر الظروف اللي اتقتل فيها المرحوم والدي. ما تفكرنيش يا برهامبي، دي كانت جريمة شنيعة جدا. ايه، حسب كلام السواق والدك الله يرحمه ويحسن اليه كان راكب عربية ومتجه الى ارض المسلمة، وبينما كانت السيارة ماشية على الطريق الجبلي، وإذ بثلاثة من الأشقياء النور مسلحين وواقفين في نص الطريق. أخطر السائق بوقف السيارة في الوقت اللي أحاطوهم النور وأزلوا المرحوم والدك والسائق. فتشوهم وكان والدك حامل شنطة فيها فلوس، لكن أسرع السائق وهاجمهم حتى تغلب عليهم، وأخذ المرحوم والدك من دراعه عشان يهرب بيه، وإذ برصاصة تصيب والدك والسائق. كان القاتل هو جاي، وهربوا الأشقياء مع زعيمهم ومعاهم الشنطة اللي فيها المال. وبعد شوية تحرك السائق اللي ما ماتش. وحمل قصة المرحوم. يا ساتر يا رب. وعاوز اسالك سؤال يا متر. يعني عمتي المرحومه كان عندها ديون؟ ديون؟ المرحومه يا برهان بي كانت غنيه جدا، ثروتها تقدر بالملايين. ملايين؟ ملايين. الله يرحمك يا عمتي، رحمة الله عليك. الله يرحمك، رحمة الله عليك. الفاتحة على الحمد لله رب. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا بدر الوقت بيسرقنا قوي، من فضلك نقرا الوصية. الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء. ما تفكرنيش بالموت. أنا المقع أدناه الفدان هانم شكور بأفندي لزغل طابو زادة بكل قواي العقلية أقر وأعترف أن سلالتنا الموقرة قد اندثرت ومات جميع أفرادها المحترمين، ولم يبق من هذه الشجرة المباركة سوى غصنين، أنا وابن أخي برهان بيك، وهو آخر حبة في عنقود عائلتنا الشريفة، وقد حفظته العناية الإلهية ليكون ذخيرتي وعمادي لكي ينتقم من قاتل أبيه المرحوم شكور بيلزولي طبو زادة، وذلك من المجرم القاتل شيلح بن كيلح. الله يرحمك يا بابا. فإذا تمكن من ذلك فله ثروتي بكاملها من عقار ومال وسندات التي تقدر بمبلغ 3,000,035,000 ليرة و40 قرشا. الشرط الثاني والأخير هو أن يتزوج حفاظا على استمرار بقاء عائلتنا الشريفة على سطح الأرض، وإذا لم يتمكن من تنفيذ هذين الشرطين فتؤول أموالي وعقاراتي وسنداتي وكل ما أملك إلى الأعمال الخيرية والمستشفيات، ويكتفى بإعطاء ابن أخي تذكرة رجوعه بالطائرة من بيروت إلى القاهرة. هذه وصيتي، وأصمم أن تنفذ بكاملها حتى تنقذ سمعة عائلة لزغلي طبو زادة المحترمة. الإمضاء الفدان هانم لزغلي طبو زادة. يا متر، أنا حنفذ وصية عمتي بالحرف الواحد اعتمادا على شجاعة الندرة، لكن ألو، مين هدى؟ ازيك؟ مين؟ برهان بيه؟ أيوه موجود. حاضر تليفون علشانك يا برهان بيه. تليفون عشاني؟ حاجة غريبة. ألو، أيوة أنا برهان بي، مين حضرتك؟ أنا هدى بنت شوكت فايز. شوكت عايز يكلمك. اتفضل يا سي شوكت، بس ما تنساش أنا مستعجلة قوي. ألو، أهلا برهان، إزيك؟ الله، أنت مش فاكرني ولا إيه؟ أنا شوكت فايز، صديق المرحوم والدك. ايوه البرقيه، بعتلي برقيه تعزيه. شكرا، اشكرك لعواطفك الكريمه. انا عايز اقابلك ضروري. امتى وفين؟ انا تحت تصرفك، بس عندي شويه شغل مع المحامي وبعد كده. طيب انا هتصل بيك تاني. مع السلامه. يلا يا شكرا. مع السلامه. احسن اخذت على معادي. انت دايما مستعجله ومواعيدك في اخر لحظه. يلا اسم الله اسم الله عليك يا بابا. طب يلا. انت امتى هتحترميني يا بنت؟ انت احترمك ايه وبتاع ايه يا شوكت؟ احنا اصدقاء. عشان احنا اصدقاء تقومي ماشيه بالعربيه قبل ما اقعد؟ ايه؟ اصل اتاخرت على ميعادي. يبقى عشان ميعادك ملعون ابوكي؟ فشر يا احسن بابا في الدنيا. بقوا بوستين يعني من وراهم طلبات، ربنا يستر. 2,000 ليرة بس يا شوكت بيه. دلوقتي بس بقيت شوكت بيه؟ ال 2,000 ليرة عشان ايه؟
ده سر. والله عال بقى في اسرار بيني وبين بنتي. يا اختي عليك وعلى جمالك لما بتكون زعلان. انت رايحه فين؟ انا لازم اقابل برهان. برهان ايه وبتاع ايه؟ على المكتب اولا عشان اقبض يا شوكت. فضلك ما عنديش وقت. ما فيش بنوك فاتحه بعد الظهر. نعم لازم تجيب لي الألفين ليره من تحت الارض يا سي شوكت. لو كان في فلوس تحت الارض ما كانش حد تعب. لو تعرف يا شوكت بيه انا عايزه الفلوس دي ليه كنت اديتهم لي حالك. السبب اولا. تاكد يا شوكت انا عايزه الفلوس دي لهدف انساني. من فضلك بلاش فوز واستغلال نقاط الضعف فيا. طيب ايه رايك اقول لك على السر بعد ما تديني الفلوس؟ وهو كذلك. شرف شرف. كل سنه وانت طيب يا شوكت. بكره عيد ميلادك. انت نسيت الفلوس دي علشان اشتري لك هديه من مقامك. ربنا يخليك لي يا شوكت سنين وسنين ما يحرمنيش منك ابدا. وما يحرمنيش منك انت يا اموره يا حلوه. انت كل شيء في حياتي. يا عمي عليك يا بابا. الله. يا ريت ماما موجودة معانا. كانت سعادتنا كملت. الله يرحمها. قد ايه كانت غالية عليا. لكن ربنا عوضني يا هدى. انت زيها تمام. يلا 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 يا حلوة انت نسيت معادك ولا ايه؟ انا لما بكون جنبك بنسى كل حاجة يا شوكت. يلا يلا من غير ما ترد لحسن عندي معاد مع برهان. يلا. اللي على فكرة انت معاك معاد مع مين؟ مع واحد شاب زي القمر. هما كل الشباب بالنسبة لك قمر؟ الا نبيل ده قمر بحق وحقيقي يا اختي عليه. عنده فلوس؟ فلوس ايه؟ هي كل حاجة عندك فلوس؟ لا ما عندوش فلوس. على الله يكون عنده شغل مش زي الواد سوسو اللي كان عايش على قفا ابوه. لا اطمن يا سي شوكت نبيل مهندس قد الدنيا ووعدني هيبني لي الفيلا اللي هنعيش فيها بعد جوازنا. لا يا هدى تتجوزتي ما اتجوزتيش هتعيشي في البيت اللي اتولدت فيه. انا لا يمكن اعيش من غيرك لوحدي. انا اسفه يا بابا أوعدك حنعيش سوا وعمري ما حسيبك لوحدك أبدا. يلا ده نبيل زمان مستني. استني أنا عايز أتعرف على نبيل ده. هيحصل يا شوكت هيحصل. استني وصليني معاك عند برهان بس. بابا شوكت هو السبب. ايوه. انت امتى يا هدى هتستني لما اقعد كويس وبعدين تمشي بالعربيه؟ ما انت قاعد يا بلبل وطول ما انا موجوده ما تخافش. طبعا خلاص ضمنت حياتي.